تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة وأيضا صباح الإيجابية. نتمنى لكم مستمعينا الأعزاء يوم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، ودائما مستمعينا الأعزاء الإحساس أو الشعور بالإيجابية والسعادة له دائما آثار جيدة على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي المتألقة. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في التنسيق والمتابعة الأستاذ الفاضل أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، دائما نذكركم مستمعينا الأعزاء بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حريصين على ترك مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين، المحافظة على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض إياكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا المتنوع على هذا اليوم، وأول طبعا فقرة من فقرات البرنامج هي فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا أول عنوان ما هي كمية الماء التي يجب شربها في اليوم. طبعا تختلف مستمعين الأعزاء الكمية بين النساء وبين الرجال، بنعرف أكثر إن شاء الله في تفاصيل هذا الخبر. وخبر آخر تحت عنوان اكتشاف فوائد مذهلة لعصير الرمان، اللي بيعرف شو فوائد عصير الرمان خلكم ويانا وبنخبركم أكثر عن فوائد الرمان المذهلة. ومثل ما عودناكم فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي بتعطينا هاي التفاصيل. أما فقرة تقنية المعلومات اليوم تحت عنوان تقنية تسلسل الجيل التالي الجيني، وأيضا بنعرف أكثر عن هذا الموضوع. أما فقرة أو مصطلح الاعتلال العصبي وهو مصطلحنا الطبي لهذا اليوم، وفقرة التغذية، المشروبات الشتوية وفوائدها، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء فقرة مستجدات كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية والتحديثات الجديدة. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ خبر ما هي كمية الماء التي يجب شربها في اليوم الواحد. يعد طبعا مستمعين الأعزاء شرب الماء بكمية كافية يوميا ممارسة بسيطة تعود بنفع كبير لا حصر له على صحة الإنسان، ما يقدر ويعزز العمر المديد للفرد. طبعا وفق دراسات والخبراء فإن شرب الماء يمكن أن يحسن أيضا الذاكرة ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية وزيادة الطاقة في الجسم، ولذلك من الضروري مستمعين الأعزاء معرفة الكمية الكافية من الماء يوميا لضمان الحصول على هذه الفوائد. ووفقا للدراسات العلمية يجب أن تشرب المرأة عموما نحو لترين من الماء كل يوم، ولترين ونصف من الماء للرجل. مثل ما قلنا أن في اختلاف أيضا في حاجة الجسم من الماء للنساء والرجال، كما أيضا تشير الأبحاث مستمعينا التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء الأوروبية إلى أن الاستهلاك اليومي الكافي من الماء يبلغ نحو لترين ونصف للنساء، وشأنه بطرد الكثير من النفايات السامة من الجسم بشكل عام.
فمثل ما عرفتوا بأن الماء مهم جدا، وبالنسبة للرجال لترين ونص وللمرأة لترين تقريبا. ننتقل مستمعينا الأعزاء من فقرة أهمية شرب الماء إلى فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول على صفحات هيئة الصحة بدبي هذا اليوم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم على كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية أسماء. نحن زايدة نحب نأكد على الجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن يعني نحن جميعا بنقدر يعني نوصل لنهاية مرحلة التعافي بجهود الجميع ومع التزام الجميع. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نحب نأكد عليها أن وصلتنا مجموعة من الأسئلة حول مراكز فحص PCR. التخصصات ممكن يأخذون موعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA اللي موجود في أب ستور وأيضا في الأندرويد، يقدرون يأخذون مواعيد يشوفون المركز القريب منهم ويختارونه. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نأكد عليها في هاي الفترة عندنا طريقة رن أو نزع الكمامة، يعني مهم جدا الأشخاص يعرفون طريقة الصحيحة نزع الكمامة وطريقة التخلص منها بطريقة آمنة لهم ولغيرهم. أيضا من ضمن الأشياء المهمة أن نحن نأكد على أهمية التزام بمواعيد الجرعة الثانية من التطعيم، فكل اللي عندهم مواعيد يجون على الوقت ويأخذون تطعيمهم الجرعة الثانية، لأن بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 21 يوم. أيضا نحب نأكد على أهمية التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار، ودمتم بصحة وسعادة. يعطيك ألف عافية أسماء الجناحي، ويعطيك إن شاء الله ألف عافية ودمتي بصحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، المهم هو التباعد الجسدي، وأيضا مهم مستمعين الأعزاء بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك للتعافي إن شاء الله السريع وأيضا تقليل عدوى فيروس كورونا. قبل أن نطلع الفاصل مستمعين الأعزاء، سريعا بناخذ وياكم بعض الإجراءات الخاصة بالتخلص من الكمامة فورا ورميها يعني في الأماكن المخصصة. كيفية نزع الكمامة بشكل صحيح مستمعين الأعزاء: إزالة الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس دون لمس الجانب الأمامي من الكمامة، بعدها التخلص من الكمامة فورا برميها في سلة المهملات، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها باستخدام الجل المعقم. هاي هي مستمعين الأعزاء الإجراءات الخاصة بنزع الكمامة، لأنها ضرورية أيضا جدا. مستمعين الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة تقنيات حديثة في هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان تقنية تسلسل الجيل التالي الجيني. بتكون معنا اليوم الدكتورة رنا النابلسي، هي استشارية إدارة المختبرات الطبية بهيئة الصحة بدبي، وبنتستعرض معها أكثر عن هاي التقنية المميزة في هيئة الصحة بدبي وبالأخص في المختبرات بالهيئة. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء مع برنامج صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، دائما الاستراتيجية المرنة التي تعتمد عليها هيئة الصحة بدبي لإحداث التحولات المطلوبة في القطاع الصحي بإمارة دبي تستهدف دائما من بين ما تسعى إليه الاستحواذ أفضل طبعا التقنيات والتطبيقات الذكية وأيضا الحلول الذكية في جميع أقسامها الطبية.
وخاصة في قسم المختبرات. اليوم نتشرف بتكون معنا الدكتورة رنا النابلسي، استشاري إدارة المختبرات الطبية بهيئة الصحة بدبي. ودكتورة صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتورة. على استضافتي في برنامج صحة وسعادة، وشكرا لإخواني المستمعين. الله يبارك فيك دكتورة رنا، نحن الحقيقة سعداء أيضا يعني بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأيضا يعني سعداء جدا الحقيقة بهاي المبادرات وبهاي التطبيقات وهاي الخدمات المميزة اللي تم تقديمها لمتعاملين هيئة الصحة بدبي. واليوم دكتورة نتشرف بأن نعرف أكثر عن موضوع تقنية تسلسل الجيل التالي الجيني في إدارة المختبرات بهيئة الصحة بدبي. في البداية لو تحدثين عن أهمية المختبرات دكتورة بشكل عام ودورها الأساسي الحقيقة في منظومة أو المنظومة الصحية. في البداية بحب أنوه على أهمية المختبرات الطبية وعلم التشخيص المخبري. نعم. في تزويد الأطباء ومزودين الرعاية الطبية وتزويد المريض بنتائج الفحوصات الطبية التشخيصية بكافة أنواعها، واللي طبعا لا شك أنها بتسهم بشكل كبير في تشخيص أكثر من 72% من الأمراض. فأكثر من 72% من الأمراض المتواجدة عند المجتمع يمكن تشخيصها عن طريق الفحوصات الطبية المخبرية في جميع أقسام المختبرات، من علم الدم لعلم الكيمياء الحيوية لعلم الوراثة والجينات لعلم الأورام وعلم الأنسجة وعلم المناعة وعلم الفيروسات. وبما أنه المختبرات الطبية تسهم ب 72% وأكثر في تشخيص الأمراض، لا شك هذا بيساعد الطبيب على وضع المريض على الخطة السليمة. صحيح. والطريقة السليمة للعلاج من غير إدخاله في متاهات وأخطاء طبية وإعطاءه أدوية غير مناسبة أو رعاية طبية غير مناسبة للمرض الأساسي. صحيح. طبعا دكتورة رنا النسبة الحقيقة كبيرة جدا، وهي أيضا مثل ما أنت تفضلتي يعطي يعني سهولة جدا في وضع الطبيب المعالج البرنامج العلاجي الجيد للمريض. لو دكتورة نتحدث عن أهمية أن تكون المختبرات كثر ما هي يعني مهمة أيضا يعني تكون متطورة وأيضا مرتبطة يعني بأفضل التقنيات أو أيضا أفضل الأنظمة الحديثة أو التطبيقات أيضا الذكية. طبيعي الوضع أنه لا شك أنه المختبرات الطبية كل ما كانت متطورة وفيها أفضل التقنيات والحلول المبتكرة للتشخيص المرضي، كلما كان في تطور أكثر في توفير فرص نتائج مخبرية سريعة ودقيقة وسليمة. فطبعا مختبراتنا بهيئة الصحة في دبي على سبيل المثال فيها تقنيات، فيها تكنولوجيا، فيها أجهزة، فيها innovations بحيث أنه نغطي جميع أنواع الأمراض الوراثية الاستقلابية، أمراض الدم، أمراض الأورام والأمراض الأخرى اللي بتساعد طبعاً هاي نتائجها الطبيب ومزودين الرعاية الصحية في العلاج الصحيح وتقديم رعاية صحيحة وبجنب مضاعفات الأخطاء الطبية. فكل ما زادت التقنيات وكل ما زاد التشخيص كل ما وفر علينا وقت وكل ما كانت النتائج سريعة وكانت النتائج دقيقة. صحيح. احيانا ممكن يكون في هناك اكثر من 5 أو 6 نتائج بتاكد حدوث مرض معين، فطبعا تداخل هاي النتائج مع بعض في تقرير طبي متكامل وبيؤدي وبيساعد وبيسهل على الطبيب والمريض تشخيص المرض مع نتائج تاكيديه للفحص الطبي. صحيح صحيح دكتورة، أكيد طبعا يعني أهمية المختبرات مهمة جدا مثل ما تفضلتي، وعرفنا أيضا نحن يعني تطور المختبرات في هيئة الصحة بدبي. دكتورة لو نتكلم معاك اليوم عن عنواننا الأساسي لهذه الفقرة اللي هي تقنية تسلسل الجيل التالي الجيني، ماذا تعني هاي التقنية؟ طبعا تقنية الجيل التالي للتسلسل الجيني أو النكست Generation Sequencing هي ثورة في علم الجينات وعلم الجينوم. نعم. تمكن الأطباء من المسح الجيني لجميع المتغيرات الجينية والطفرات أو اللي تسميها الفارينس لكل شخص عن طريق عمل تسلسل جيني لكل مريض وعمل سيكونس لكل أجزاء المادة الوراثية أو الـ DNA ومقارنتها بقاعة بيانات ضخمة
هاي القاعدة البيانات بتأكد وتربط التسلسل الجيني الذي يحدث فيه طفرة أو فاريانت أو تغيرات مع مرض معين. فعنا كثير من الأمراض السرطان وأمراض الليكيميا ومتلازمات الأيض وأمراض أخرى عديدة ممكن ندرس فيها الجينات اللي تكون مسؤولة عن هاي الورم أو هذا المرض، سواء عند الأطفال حديثين الولادة أو عند الناس الكبار بالسن أو الناس العاديين. وطبعا هذا لا شك أنه دراسة السيكونسينج للجينات أو سانجر سيكونسينج بتساعد بشكل كبير بتطوير الطب التشخيصي أو البرسوناليز ميديسن اللي بيكون فيها عبارة عن دراسة المادة الوراثية للشخص ومساعدته بمعرفة نوعية التغيرات اللي عنده والتنبؤ في الأمراض المستقبلية. وهي طبعا بتساعدنا أن نقلل فرص الإصابة للأمراض وبحسن فرصة بقاء الناس أصحاء لمدة أطول. وبساعد دراسة الـ NGS على تفهم مسببات الأمراض والابتعاد عنها مبكرا من أجل الحصول على عمر مديد وصحي وسليم للمجتمع. صحيح. وأيضا دكتورة يعني في الوقت الحالي يمكن أيضا يعني انتشار بعض الأمراض أمراض العصر يعني إن صح التعبير، فأكيد هاي التقنيات دكتورة رنا أيضا بتساعد على التشخيص وأيضا تساعد الطبيب على وضع مثل ما ذكرنا يعني تحدثنا في بداية الحديث بأن يساعد أيضا الطبيب في وضع الخطط العلاجية المتكاملة للمريض. صحيح. نعم دكتورة، لو نتحدث معك أيضا عن مختبرات هيئة الصحة بدبي ومستوى تجهيزاتها وإمكانياتها أيضا دكتورة. حاليا الحمد لله بفضل رب العالمين بفضل القيادة الرشيدة مختبرات هيئة الصحة بدبي مزودة بأحدث الأجهزة بأحدث التكنولوجيا أحدث الحلول المبتكرة مربوطة في قاعدة بيانات بتربط نتائج المريض في الملفات الصحية. وهاي التكنولوجيا والأجهزة الموجودة في جميع أنواع المختبرات سواء في المستشفيات أو مختبرات المراكز الصحية أو مراكز فحص الفيزا أو مركز دبي للجينات ومركز دبي للتبرع بالدم، جميعها تتوفر فيها أجهزة متطورة وإنوفيتيف سولوشنز من أجل توفير التشخيص السليم ونتائج سريعة وتوفيرها للمريض وتوفيرها للطبيب. بالإضافة أنه يتواجد لدينا مجموعة شاملة من التخصصات في قسم علم الكيمياء الحيوية، قسم علم الأمراض والأنسجة، قسم علم الأمراض، قسم علم المناعة، وقسم علم الميكروبات والفيروسات، وبالآخر قسم علم الجينات والوراثة. ولا شك أن التطور في علم الجينات كما ذكرنا والجينوم ساعد كبير بطريقة كبيرة في معرفة الأمراض الأورام الأمراض الوراثية الاستقلابية التنبؤ بها سواء قبل الزواج أو قبل الإخصاب أو قبل عملية الولادة. صحيح. أيضا دكتورة يعني ساعد مثل ما تفضلتي الـ يعني تجهيزات المختبرات هيئة الصحة وإمكانياتها، يعني على سبيل المثال يوم تم إطلاق برنامج أو مبادرة طبيب لكل مواطن في هيئة الصحة بدبي، أحد المبادرات المتميزة الحقيقة اللي تم إطلاقها في هيئة الصحة بدبي، فهاي التقنيات دكتورة رنا والأنظمة تساعد الحقيقة مثل هاي المبادرات، مثلا على سبيل المثال إذا كان المريض موجود عند الطبيب سواء عن التطبب عن بعد، فإذا احتاج الطبيب أن يعرف بعض الفحوصات الخاصة لهذا الإنسان اللي هو موجود يعني خارج منشآت هيئة الصحة سواء في البيت أو في المكتب أو أي مكان آخر، فهاي الربط الإلكتروني جميل الحقيقة ويساعد الطبيب أن يتابع حالة المريض عن بعد ومعرفة النتائج المخبرية الخاصة أيضا له. صحيح. طبعا الطبيب لكل مواطن لا شك انها مبادره صحيح. اثرت في رفع كفاءه التشخيص المخبري ورفعت مستوى جوده الرعايه الصحيه، لانه تقديم نتائج التشخيصيه الشامله بوقت قياسي للمريض ونتائج دقيقه لا شك انها بتسهل على المريض وعلى الاطباء وعلى المستشفيات والعيادات بتقديم افضل علاج ورعايه للمريض بشكل متكامل. بربط نتائج المختبر مع الاشعه مع التاريخ المرضي للمريض في ملف واحد. وطبعا هذه الملفات تحتوي على كل التاريخ المرضي للمريض ونتائجه من السنوات الماضيه ومتابعه تطور المرض عنده او تطور العلاج او تطور الشفاء.
فطبيعي أنه برنامج أو سلامة أو الملف الطبي صحيح. ساعد كثير في تقديم رعاية طبية متكاملة وشاملة، بحيث أن المريض يحصل على نتائج دقيقة وسليمة وتوجهه للاتجاه الصحيح في أخذ العلاج والتعافي. صحيح. دكتورة رنا في آخر دقيقتين يمكن بس حابين نعرف أيضا منش دكتورة، يعني أكيد هاي التجهيزات الحقيقة العالمية اللي موجودة وإمكانيات مختبرات هيئة الصحة بدبي ودائما مرتبطة طبعا بأفضل المعايير العالمية والاعتمادات الدولية، كيف دكتورة يعني أثر ذلك التجهيزات على يعني مستوى المختبرات هيئة الصحة في دبي في جودة الخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة؟ صحيح أخ عبد الله، إحنا زي ما بدينا إنه أكثر من 3/4 التشخيص جاي من المختبرات الطبية، فشيء طبيعي. التشخيص هو أساس تقديم رعاية طبية سليمة وصحيحة بالاتجاه الصحيح، فلا شك كلما كانت مختبرات هيئة الصحة مزودة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة نعم. والنتائج المؤكدة في عدة تقنيات، هذا طبعا لا شك بيرفع كفاءة التشخيص المحوري صحيح. وبيرفع كفاءة تقديم العلاج والرعاية الطبية للمريض. بالإضافة لذلك بقلل النفقات، لأنه توفير تشخيص سليم وفر على المراكز الطبية صحيح. والمستشفيات أكيد. أنه المريض يدخل في دوامة يكرر زيارات الأطباء الغير ضرورية نعم. ويكرر الفحوصات الغير ضرورية، أو أنه المريض يتأخر في معرفة مرضه الأصلي ويتأخروا في تقديم العلاج السليم وبيكون يعني اتأخر في التوليت. فديفينتلي احنا بنحب انه مختبرات هيئة الصحة بدبي تكون فيها آخر التكنولوجيا في جميع أنواع الأقسام، أو سواء في صحيح. البنات أو في الأقسام الأخرى، من أجل تقديم رعاية طبية سليمة للمريض وجعل مجتمع دبي مجتمع متعافي سليم. صحيح دكتورة رنا النابلسي، الحقيقة نحن سعداء جدا بوجودك معنا ونشكرك جزيل الشكر والتقدير لك ولفريق العمل المبدع معك، الحقيقة جهود جبارة دكتورة رنا على توفير هاي الخدمات المتميزة، وأيضا يعني دائما هدفها يكون زيادة سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. كل الشكر لك والتقدير دكتورة رنا النابلسي استشاري إدارة المختبرات الطبية بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، مخرجنا يبقى أن نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة التغذية اليوم تحت عنوان المشروبات الشتوية، وفوائدها بتكون معانا الأستاذة لمية مصطفوي أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. خلكم وبتعرفون أكثر عن المشروبات الشتوية وفوائدها بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مستمعينا الأعزاء فقرتنا اليومية، فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان المشروبات الشتوية وفوائدها، مع الأستاذة لمية مصطفوي أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير والنور والعافية أستاذة لمية. صباح النور، يعطيك العافية أستاذ عبد الله. الله يحييك. طبعا أكيد يعني المشروبات الشتوية كثيرة ومتنوعة، وطبعا الأجواء تساعد على الحقيقة يعني عمل هاي المشروبات الشتوية أستاذة لمية، والكثار منها في هاي الفترة يعني فترة الشتاء، فحابين يعني أكثر نعرف عن فوائد هاي المشروبات إذا صح التعبير يعني الشتوية والصحية أيضا. أمزل، خلني أنا أبدأ أول شيء. نعم. وأقول لكم إن إحنا من المعروف إن كمية الماء اللي يجب الواحد يتناولها هي تتعادل 8 أكواب خلال اليوم، إنزين، وهذا الأمر يعني يكون شوي صعب علينا إحنا خلال فترة الشتاء، فنقوم إحنا باستبدالها مشروبات اللي هي الشتوية ومشروبات الساخنة يعني.
عشان كذي يتم شرب المشروبات الساخنة كبديل عن الماي من أجل ترطيب الجسم والحفاظ على الوظائف في حال عانى الفرد من الرشح أو يعني عوار البلاعيم وهالأشياء. تساعد هالمشروبات على التخفيف من الآلام والتخلص من الجراثيم ومساعدة على التنفس، خاصة إذا تمت إضافة الليمون والعسل إلى المشروب. إنزين، مثل شو هي المشروبات؟ عندنا وايد مشروبات، بس أنا اخترت كذا واحد وبتكلم عنهم. مثلاً البابونج، شو تسوي البابونج؟ تساعد على تقوية الجهاز المناعة، يرفع مستوى كريات الدم البيضاء، يحد من الإصابات بالالتهابات، يعالج مشاكل الهضم، يحد من الأرق ويساعد على الاسترخاء. اليانسون، اليانسون شو يسوينا؟ يخفف من آلام الروماتيزم، يساعد عملية الهضم، يساعد التخلص من الالتهابات، ويعيد مضاد البكتيريا والفطريات. القرنفل يعالج من آلام البلاعين، يخلص من اضطرابات الجهاز النفسي، ويخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي كالانتفاخ والامساك وعصر الهضم، ويقلل من التعب والإجهاد وألام الرأس. المرامية تعيد من مضاد البكتيريا والفطريات، وتخفض مستوى السكر في الدم، وتحد من الكوليسترول، وتساعد على علاج المرض الزهايمر في جميع حالاتها. الزنجبيل يعتبر مضاد لمرض السرطان، الله يبعدها عنها وإنكم يا رب العالمين، يوازن ضغط الدم، يحد من آلام العضلات، يخفف التهابات المفاصل، ويعزز حمية الهضم، ويحد من الغثيان والدوخة. الكركم يمتلك خصائص مضاد الالتهابات، يزيد من مستويات مضاد الأكسدة، ويقلل من أعراض التهاب المفاصل. طبعا الكل طايح اليوم على الشاي الأخضر، يحد من الأمراض، يحارب خلايا سرطانية، ويعزز قوة الأسنان ويحميها، ويمنع نمو البكتيريا المسببة للتسوس، وتحد من رائحة الكريهة للفم. وسلامتكم. الله يسلمك أستاذة لمية، شوقتينا صراحة، مثل ما يقولون عطشتينا يعني على هاي المشروبات. ما شاء الله عليك، 1 2 3 4 5 6 7 مشروبات شتوية مفيدة، مستمعين الأعزاء ممكن تستفيدون منها إن شاء الله خلال هاي الفترة، ولها فوائد أيضا كثيرة مثل ما ذكرت الأستاذة لمية مصطفوي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. كل الشكر والتقدير لك. الله يسلمك. الله يحييك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة لمية مصطفوي إن شرب المشروبات الشتوية الساخنة، البابونج، اليانسون، القرنفل، المرامية، الزنجبيل، وشرب الكركم والشاي الأخضر له فوائد عديدة وصحية خلال فترة الشتاء. وننتقل إلى فقرتنا الثانية، فقرة مستجدات كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية والتحديثات الجديدة، ودائما مع الدكتورة الفاضلة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة هند. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. صباح النور والسرور دكتورة، شو بتخبرينا اليوم عن الإجراءات الاحترازية والتحديثات الجديدة الخاصة بكوفيد-19، ولا تنسين الصندوق الذهبي أيضا. أولا يعني أنا حابة أذكر جميع المستمعين، إحنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد-19. نعم. وما زالت الدولة تبذل كافة الجهود في مكافحة هاي الجائحة، وطبعا هاي الأمور ما راح تصير إلا إذا كل المجتمع تكاتف مع بعض وزاد من وعيه وزاد من مسؤوليته في مكافحة هاي الجائحة. صحيح إحنا حين يعني كملنا سنة في مكافحتنا، لكن إن شاء الله إحنا حين في مرحلة جدا يعني نعتبرها مرحلة حاسمة إن إحنا نسيطر على هاي الجائحة. ومثل ما الكل المستمعين عبد الله شافوا التحديثات الأخيرة اللي صارت. صحيح. وصدرت من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، اللي كان من ضمنها أن في كانت بعض التحديثات للإجراءات الاحترازية في المطاعم، زادوا من المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 إلى 3 أمتار، لأن مثل ما نعرف عبد الله وايد صعب انك انت ترتدي كمامك اثناء جلوسك في المطعم وتتناول الطعام والشراب. فالحل ان احنا مثل ما قلنا، اذا انتم ما تقدرون ترتدون كماماتكم، نحافظ نزيد من المسافه الاحترازيه زياده، بدل المترين سووها 3 أمتار.
وطبعا يعني الشيء الثاني اللي نحن نقدر نسويه انه التحديث الثاني انهم قللوا من عدد الاشخاص اللي يقعدون على الطاوله الوحده، لان عشان نحافظ احنا بعد على التباعد الجسدي فيما بيننا ونقلل من نسبه الاختلاط فيما بيننا، قللوا عدد الاشخاص من 10 الى 7، وكان في المقاهي قللوها الى 4 اشخاص. هذا عشان نحافظ على التباعد الجسدي فيما بيننا، لان ما راح نقدر احنا نرتدي كماماتنا، فمعناته احنا نقدر نسوي الاجراءين الاخرين اللي هو المسافه الكافيه بيننا وبين الاخرين. وبعد اذكر المستمعين ان يحافظون على نظافه ايدينهم قبل ما يتناولون الطعام، بعد ما يتناولون، اذا يعني صافحوا الاخرين. يعني انا انصح ان حاليا يتجنبون المصافحه، يكتفون بالسلام عن بعد، وبعد يتجنبون أنهم يتشاركون الأشياء الموجودة على الطاولة. كل واحد يكون له مشروبه الخاص، كل واحد يكون له أكلته الخاصة، ما يتشاركون الأكل الموجود. عبد الله يعني، وبعد في شيء وايد مهم لازم الكل يعرفه، إذا أنت عندك أي أعراض أو أنت كنت شاك أنك مخالط أو كنت مخالط، الرجاء أنهم يلتزمون في بقائهم في منازلهم، لأن إحنا حين عندنا المسؤولية هذه على عاتقنا، أنه مو بعشان إحنا بس، عشان الآخرين بعد، وعشان إحنا كلنا نتكاتف عشان نتجاوز هاي الجائحة في أسرع وقت ممكن. فاللي عنده أي أعراض، اللي شاك انه هو يمكن مخالط قبل ما يطلع ويروح يقعد مع الناس ثاني، يتاكد انه هو يعني بخير، تتحسن حالته بعدين يطلع. المخالطين يعني دائما نذكرهم الرجاء التزموا بفتره الحجر المنزلي اللي احنا قايلينها، اللي هي الحين حسب التغييرات الجديده صارت 10 ايام. صحيح، اتاكدوا ان انتم تلتزمون بهاي الفتره. احنا نعرف يعني يمكن شوي الكل تعب، الحين الكل وصل لمرحلة قال يعني خلاص لمتى، بس يعني الحين هاي المرحلة يعني تعتبر مرحلة حاسمة بالنسبة لنا، فشوية مجهود عشان نتجاوز هاي الجائحة بكل يسر وأمان. كانت هاي التدابير الاحترازية بعض التغييرات اللي صدرت من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بخصوص المطاعم والمقاهي. أيضا كان في تغييرات أخرى صدرت بخصوص المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات، لأن الكل الحين يعني مثل ما تعرف زادت موسم الأعراس والحفلات. صحيح. والكل يعني كان مأجل حفلاته وشريف وأعراسهم، فالكل يبي يحتفل وهذا، بس صدرت التغييرات. وأكيد هاي التغييرات يعني دائما تصب في مصلحة المجتمع، وعشان احنا نحافظ على سلامتهم ونحافظ على صحتهم، قررت اللجنة انها تقتصر الحفلات على الاقارب من الدرجة الاولى، والعدد 10 اشخاص فقط، سواء كانوا في الفنادق او كانوا في المنازل. يمكن هذا الشيء يكون صعب على بعض الناس، لكن يعني في الوقت الحالي احنا يعني مثل ما نعرف المناسبات والحفلات والهذا الاختلاط يكون جدا كبير. صحيح. وارتدائهم للكمامات ايضا يكون يعني قليل. الناس ملتزمة، ناس مو ملتزمة يعني. صحيح. والناس كلها تشوف بعض، ما شايفة بعض من زمان، تسلم على بعض. فاحنا يعني نقول يعني اللي يبي يسوي حفلة او مناسبة يلتزم بهذا العدد، او بامكانكم يعني حتى تأجلون لاوقات اخرى ان شاء الله فيما بعد، يمكن يعني احنا نتجاوز هاي الجائحة، يمكن يا انهم يسوون حفلاتهم في هذا الوقت، او انهم يبون يأجلون هالوقت اخر يأجلونها بعد. لكن وايد مهم ان حتى يوم انتم بتسوون هاي الحفلات اللي تقتصر على 10 اشخاص، لا تنسون ان لازم ترتدون كماماتكم، لازم المكان يكون يتسع لهاي الأشخاص، ما يكون مكان ضيق ومكتظ وسيء التهوية. يعني إحنا نفضل إن يكون جيد التهوية، المساحة تكون واسعة، نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، ما نسلم بالاحتضان والتقبيل، نكتفي بالسلام عن بعد، وخصوصا مع كبارنا كبار السن، يعني نحافظ عليهم ونحافظ على أمانهم وسلامتهم. ولا احنا يعني اللي عنده امراض مزمنه، اللي عنده امراض نقص مناعه، احنا بعد نذكرهم
احتاطوا زيادة على نفسكم، ديروا بالكم على نفسكم أكثر. وطبعا أذكر الجميع بالحين صار بدل المثلث الذهبي عبد الله صار المربع الذهبي، نعم. اللي هو أولا كماماتكم بطريقة صحيحة. يمكن أعرف الناس وايد تعبت من كثر ما نقول هاي المعلومة، بس مهمة دكتورة مثل ما تفضلتي، يعني كل الدراسات صحيح. كل الدراسات قالت عبد الله إن بارتدائكم للكمام بالطريقة الصحيحة هذا يقلل من نسبة إصابتكم للعدوى بنسبة جدا كبيرة. والشيء الثاني حفاظكم على نظافة إيديكم، لأن إحنا نعرف إن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، فأنت إذا ارتديت كمامتك وغسلت إيدك فكيف رح يوصل لك الفيروس؟ ما رح يوصل لجسمك أصلا، فمعناته أنت يعني بحفاظك على نظافة إيدينك بارتدائك للكمام. ودائما أنا أقول بطريقة صحيحة، مو بأن أنت بس حاط الكمام على ذقنك ولا حاطنا بس شي ديكور، لا، أنت لازم ترتدي الكمام. الكمام لازم يكون مناسب لوجهك، يغطي الأنف والفم، يكون حجمه مناسب لك، وأيضا تختار الكمام من النوعية الجيدة أيضا. وإذا كنت ترتدي الكمام القماشي أنت لازم تغسله بشكل يومي هذا الكمام. والنقطة الثالثة نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، مسافة الأمان هذه اللي قدرناها بمترين، لأن الرذاذ ينتقل لمسافة معينة، يوم واحد يتكلم أو يعطس أو يكح هذا الرذاذ ينتقل، قدروا المسافة اللي هي المترين، ما بعد المترين الرذاذ يتوقف عن الانتشار. فإحنا يعني نقول حافظوا على هاي الثلاث نقاط الرئيسية. وطبعا أضفنا نقطة رابعة وجوهرية حين، وهاي بيكون يعني المفتاح لمكافحتنا للجائحة، اللي هو حصولنا على لقاح كوفيد 19. جدا مهم جدا مهم جدا مهم، خصوصا الفئات اللي احنا حطيناهم في الفئات المستهدفة اللي هم كبار السن من المواطنين المقيمين. أي حد فوق 60 سنة لازم يبادر وياخذ موعد عبد الله. نعم. وحتى إذا هم ما يبون ياخذون إحنا نقنعهم، لأن إحنا بعد مسؤوليتنا إن إحنا نحميهم ونوفر لهم كل سبل الأمان، ومن بينها إن إحنا نحرص إن يحصلون على هذا اللقاح. اللي عندهم أصحاب أمراض مزمنة، اللي عنده السكري، اللي عنده الضغط، أمراض القلب، اللي هو أصلاً يعاني من البدان اللي كتلة جسمه فوق 35، هذول إحنا نعتبرهم من الفئات اللي إحنا مستهدفينها لحصولهم على اللقاح. وطبعاً أصحاب الهمم أيضاً من ضمن فئاتنا اللي إحنا مستهدفينها، إلى جانب طبعاً ما ننسى خط دفاعنا الأول في جميع القطاعات، واللي يشتغلون في وظائف حيوية ويتعاملون مع عدد كبير من الناس بشكل يومي. إحنا نقول أنتوا من ضمن فئاتنا اللي إحنا مستهدفينها، أنتوا لازم تكونون أوائل الناس اللي تحصلون فيه على اللقاح. بادروا بأخذ لقاحكم، خذوا موعد سواء من عند هيئة الصحة تاخذون موعد، أو تتصلون على رقمنا الاتصال الموحد تاخذون موعد في أقرب موعد. والتطعيم في النهاية تعتبر إحدى وسائل اللي إحنا نحتاجها وضرورية عشان إحنا نكافح هاي الجائحة. نعم، الله يعطيك الصحة والعافية دكتورة هند العوضي. الحقيقة شكرا لك وشكرا لجهودكم الكبيرة أنت دكتورة وفريق العمل معك، اللي هي خاصة بيعني زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. دكتورة أكيد يعني كل الإجراءات وكل الأمور اللي تكلمتي فيها مهمة ليعني التكاتف مع بعض لمكافحة الجائحة هاي، وأيضا السيطرة وتقليل انتشار العدوى. كل الشكر والتقدير لك دكتورة هند العوضي. شكرا لاستضافتي ويعطيكم ألف عافية. ويسلم عليك المخرج نمر محمد بعد. أشوفهم الخميس إن شاء الله. إن شاء الله خير. يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية دكتورة هند. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ هذا الخبر. اكتشاف فوائد مذهلة لعصير الرمان قبل لا نختم فقرتنا لهذا اليوم. أظهرت الكثير من الدراسات مستمعينا الأعزاء بأن الرمان فيه العديد من الدراسات نتائج مبهرة في القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة وأمراض أيضا مزمنة.
ولطالما تمت الدعوة إلى أن الرمان باعتباره غذاء فائقا مع وجود أدلة كثيرة تشير إلى آثاره الصحية المفيدة في مساعدة الشخص على أيضا إنقاص الوزن. مع ذلك وجدت العديد مستمعين الأعزاء من الدراسات أيضا على أدلة قوية على أن الرمان قد يساعد أيضا في إبطاء جزء من عملية الشيخوخة. وقال موقع إكسبرس البريطاني أن حقيقة من حقائق الحياة أن عضلات الهيكل العظمي تبدأ في فقدان القوة والكتلة بمجرد بلوغ الشخص سن 50. غير أن للرمان وعصره نتائج صحية مذهلة لمقاومة هذه الحالة. طبعا مستمعين الأعزاء هاي الفوائد الحقيقة مهمة وصحية عن عصير أيضا الرمان. ونحب أيضا نذكركم مستمعين الأعزاء ومثل ما كان حديثنا اليوم مع الدكتورة هند العوضي بخصوص الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأهميتها عفوا خلال هذه الفترة. أيضا نحب دائما نذكركم مستمعينا بالنصائح لخروج من المنزل خلال فترة كوفيد-19. دائما مستمعين الأعزاء من المهم مثل ما ذكرت الدكتورة الحرص على التباعد الجسدي، ولازم كل شخص يعرف المسافة اللي مفروض أنه يكون دائما متباعد بينه وبين الشخص اللي سواء جالس معه أو حتى إذا كان يتحدث معه لابد أن تكون مترين، وإذ أمكن يعني أكثر من مترين. كل ما كانت المسافة أبعد معناته أن فرصة انتشار العدوى بتكون طبعا أقل. لبس الكمامة مستمعين الأعزاء مثل ما ذكرت الدكتورة مهمة ومهمة بشكل كبير جدا، لأن هناك الكثير من الدراسات أكدت على أن يعني أثناء لبسك للكمامة معناته فرصة يعني حصولك على الفيروس ممكن تكون أكثر يعني قليلة. هاي كلها مستمعين الأعزاء النصائح اللي حبينا نخبركم اليوم عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية ومادة علمية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.